نبتدي نتكلم بقى على الحاجات اللي احنا هنستغلها ان احنا نوصل بيها للديريفيشن بتاع حاجه اسمها البولتسمان فاكتور، ودي اهم حاجه عايزين نطلع بيها من المحاضره دي. الفيرست لو اوف ثيرم داينامكس واحد من القوانين المهمه جدا، بتقول لنا ان التوتال انرجي بتاعت سيستم هو عباره عن السم اوف بارتكل انرجيز. لو السيستم ده مكون من مجموعه من البارتكلز، بجمع الانرجيز بتاعت البارتكلز دي واقول ان هي عباره عن التوتال انرجيز، التوتال انرجي بتاعت السيستم كله. لو احنا خدنا مثال بالشكل ده كده، عندي مجموعه من بارتكلز متوزعه على انرجي ليفلز بالشكل ده كده، وتخيل ان كل واحده من الانرجي ليفلز دي الانرجي بتاعتها يو 23 24 25 وهكذا، يبقى معنى كده الانرجي توتال بتاعتي هتبقى عباره عن 2 بارتكلز في يو 23 زائد بارتكل واحد في يو 25 زائد بارتكل واحد في يو 26 زائد 3 بارتكلز في يو 28.